إن الهيئة بمثابة العين الساهرة بالنسبة لسير وتنفيذ مشروع تطوير التعليم والتدريب. من أقوال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. فلا أغلى من رأس المال البشري لدينا المتمثل في ثروتنا الحقيقية وهو الشعب. اليوم أصبح كل شيء مرتبط بالتعليم. يعني أنا أرى أن المستقبل بيكون مشرق للتعليم في مملكة البحرين، والحمد لله بيكون بمساهمة من هيئة جودة التعليم والتدريب. قبل عقد من الزمان شهد التعليم في مملكة البحرين انطلاقة جديدة في واحدة من أهم المبادرات التعليمية على مستوى المملكة، يوم أن كتب لهيئة جودة التعليم والتدريب أن تدب فيها الحياة وتمارس دورها بتميز فاق التوقعات. الهيئة مثل ما هو معروف كانت مبادرات تطوير التعليم والتدريب، وتم التخطيط لها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة. فكان سموي العاري يقول لازم نسوي اللي سووه أفضل الدول في العالم، والممارسات الناجحة لازم إن احنا نتعلم منها، نحطها في القالب الصحيح اللي يمثلنا احنا كبحرينيين. وبالفعل بدينا بوضع هذه الخطة، كانت فكرة الحمد لله صارت واقع اليوم. وإحنا يعني بالثقة الموجودة فينا من القيادة بالقيام بعملنا، صراحة كان عندنا حافز كبير إن إحنا نثبت بأن البحريني كذلك قادر مثل الخبير الأجنبي. ذلك الخبير الأجنبي الذي استعانت به الهيئة منذ لحظاتها الأولى كان محطة مهمة في بداية المشوار لارتقاء الكفاءات البحرينية فوق سلم الجودة. إحنا لما بدينا في الهيئة كان من مهامها هي مراجعة جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية. المراجعة نفسها والتقييم يعني هو مفهوم جديد على الساحة البحرينية أو الساحة التعليمية في البحرين. طبعاً لازم يكون نعترف ان احنا دائما نحتاج ان نستفيد من تجارب الاخرين ونقلل الاخطاء مثل ما نقول، واعتقد هذه التجربه نجحت في جوده التعليم والتدريب. I was so excited when I was invited to be part of a holistic education reform project. To come and to be part of something at the beginning, working with amazing staff, excellent and supportive directors, the CEO. Everybody was very welcoming in Bahrain, and that was the other exciting bit that I felt I was part of the country. فكون وجود شريك آخر وشريك خصوصاً بهذه المستوى مثل اللي هي قسم الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج، قسم عريق له أكثر من 150 سنة كخبرة، هذه بالعكس كان شيء جداً إضافة لنا، تعلمنا منها الكثير. الحمد لله اليوم نفتخر أن الإدارات كلها يعني قائمة أو تدار من قبل مواطنين بحرينيين. أخذت الكفاءات البحرينية على عاتقها مهمة عظيمة في تطوير التعليم والتدريب بكل مراحله وقطاعاته، فكان عمل الهيئة في المراجعة والتقييم محطة فاصلة في تاريخ التعليم في المملكة. إنها ثقافة جديدة، الجودة قبل أي شيء. أكبر شيء هو كان قبول المعنيين بالتعليم والتدريب وفي المؤسسات نفسها بجهة خارجية مستقلة تقوم بمراجعتهم، وبس كذي تصدر حكم وبس كذي ينشر. هذا الشيء كان جدا من الصعوبة تقبله، وإحنا فاهمين هذا الشيء من البداية، لذلك كنا نسعى إلى نشر ثقافة الجودة من البداية. الكثير من الجهات كانت عندها في بداية المبادرة تساؤلات ومخاوف وهي مشروعة، لكن والحمد لله ساهم وعي الجميع في تقليل المخاوف. وأيضا لا ننسى دور الإعلام الشريك معنا اللي كان يسعى لتبريد أي غموض حول مبادرة تأسيس الهيئة. بلغة الأرقام فقد استطاعت الهيئة قياس جودة المؤسسات التعليمية والتدريبية برفع أكثر من 1200 تقرير متكامل لمجلس الوزراء، كما أنها في الامتحانات الوطنية تمكنت من تقديم أكثر من 500 ورقة امتحان لأكثر من 300 ألف طالب من مختلف المراحل.
الهيئة حباها الرحمن بصراحة سر، هو وجود أشخاص يقدرون العمل اللي يقومون فيه ومؤمنين بهذا العمل وبنتائجه على الوطن ومستقبل الوطن. وللهيئة مهام عديدة، عندنا المراجعات في المدارس، في التدريب المهني، في الجامعات، إضافة لامتحانات الوطنية، وأضيف لنا كذلك الإطار الوطني وهو بنفسه أصلاً يعني جناح الثاني، أنا أعادلهم جناحين، المراجعات والإطار الوطني. فالإطار الوطني يقوم بفحص جميع المؤهلات الوطنية اللي تطرح في البحرين من مؤسسات لها ثقة، مؤسسات اجتازت نجحت في ضمان الجودة. منذ عام 2015 بدأت عمليات الإطار الوطني للمؤهلات التي بلغت بحلول هذا العام 78 عملية. لله الحمد أصبحت اليوم من المؤسسات البارزة اللي نفخر بها، ليس على مستوى البحرين فقط بل على مستوى المنطقة، ومشاركات الهيئة الخارجية دائما ما تكون لها صداها وتعكس الرقي والاهتمام بالتعليم في مملكة البحرين. وصلنا لمرحلة أن صرنا يعني حتى يعني خلينا نقول يطلبوننا يعني في جهات دولية إقليمية، يطلبوننا حق يعني استشارات ومراجعات، فهاي شيء إحنا نفتخر فيه. في عام 2015 جرت على الهيئة عملية تقييم شاملة جعلتها تظفر عن جدارة واستحقاق بالاعتمادية الدولية. بعد نهاية زيارة اللي استمرت مدة 3 أيام، زيارة الميدانية اللي زار الفريق الهيئة، أعطيت تغذية راجعة. هذه التغذية الراجعة احنا استشفينا بتوافق لمعظم المعايير، بس لما وصل التقرير من برشلونة من مقر الشبكة العالمية لهيئة ضمان الجودة، طبعا الكل فرح، الكل يعني كان يوم كبير بالنسبة لنا ان احنا نعم الهيئة متوافقة مع المعايير العالمية. انت لما تحصل على اعتراف دولي انت بتروح تطور معاييرك، وبالتالي بتكون كذلك بيت خبرة نموذجي ليس خليجيا فقط ولا اقليميا، دوليا. هذه القصة كانت، ما زالت تروى، مزيد من النجاحات تنطلق من هذا المكان الذي جعل التعليم على رأس أولوياته. افتخر أني اشتغلت مع مسؤولين كانوا يشوفون هذه المبادرة جدا مهمة، سواء كان سمو العهد، سواء كان سمو الشيخ محمد مبارك، وجميع أعضاء مجلس إدارات، الرؤساء السابقين لمجلس إدارات هيئة التدريب، معالي الشيخ ابن عبد الله، سعادة الأستاذ الفاضل عبد العزيز الفاضل. فأعتقد هذين كلهم ساهموا مع الموظفين، مع جميع الجهات في تحقيق اللي احنا كنا نحلم ونصبه لتحقيقه، واعتقد تحقق على أرض الواقع. أتقدم بالشكر لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، كونه يمكن الأب الروحي للتعليم والتدريب، وآخرا وليس أخيرا هو يعني شكري العميق لجميع منتسبي هيئة جودة التعليم والتدريب. و يعني أعجز عن أني أنا أوفيهم حقهم، وأرجو أن ما تكون شهادتي فيهم مجروحة يعني، لكن هي شهادة حق وأنا أشهد بها أمامكم، والله الموفق. هيئة جودة التعليم والتدريب، إنه عقد من الفخر والتطوير.